انا رجعت معكم البنات، وهذا هو اخر الفيديو. المهم بغيت نهضر لكم غير شويه على هذيك النوغه ديال اللوز اللي انا كنزين بها الكلاص. كناخذ ثلاثه المعالق ديال السنيده، كنديرهم في كاسرونه ولا في مقله، كنخليها حتى كتولي عندي بحال الكراميل، كيولي بحال العسل. كنضيف على داك اللوز ديالي، من بعد كنخليها حتى تشد في راسها، كنحطها فوق شي بابي غذائي ولا بلاستيكه، وكندهنها بالزيت، وكنحط فوق منها هذاك اللوز، كنخليه حتى كيبرد، كنديرو في الثلاجه واحد 5 دقائق غير يبرد يجمد هذاك العسل صافي. ومن بعدها كنبقى نزوق بها، اولا بعض المرات كنبغي ندير بها ديسير، كنطحنها كتجي خطيره صراحه. تندير لكم فيديو خاص بها. المهم انا هذا هو الكلاص ديالي ديال اليوم، ديال الكراميل وشوكولا واللوز. كنتمنى يعجبكم وكنتمنى تجربوه، علاش لا، والله كيجي الصراحه خطير، وسيرتو دابا في الصيف الناس كتبغي غير شي حاجه بارده. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وما تنساوش ابوني وجام علاش لا.